بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنفتكر اخر حاجه وصلنا عندها موضوع الكيرنلز اند السيميلاريتي، ان انا كان صعب ان انا اعمل كلاسترنج بالكي مينز في مساله لو الداتا ما كانتش سفيريكال، لو كان الدنسيتيز بتاعت كل داتا كلاس يعني كانت شكلها مختلف شويه عن شكل الايه السفير، فده بيصعب الدنيا جامد جدا على الكي مينز لانه معتمد على الاكليديان ديستنس، والاكليديان ديستنس بتبقى منتظره ان السامبل دي والسامبل دي يكونوا قريبين من بعض، وده حقيقي، بس هما دي ودي اقرب من دي لدي، رغم ان دي الترينجل ده والترينجل ده في نفس الكلاس والترينجل ده والسكوير ده في ديفرنت كلاسز او في ديفرنت كلاسترز يعني سبوزلي. طبعا ده مش هيظبط معاك. الحل بتاع الكلام ده ايه؟ قالوا ان احنا في كونسبت اسمه جيوديزك. الجيوديزك ده بي اوبريت لوكالي از ان اكليديان ديستانس على النيبرز، لكن ما يقدرش يابلاي الاكليديان جيومتري في سكوب اكبر من النيبرز بتاعته. فقالوا احنا نعرف منين ان النودز دي كانت نيبر او مش نيبر؟ قالوا هنعمل حاجه اسمها سيميلاريتي. لو النودز دول سيميلر لبعض هيوصلهم بلينك ثيك، ولو مش سيميلر لبعض مش هيوصلهم، او هيوصلهم بلينك بس ما تبقاش ثيك، تبقى ثين، تبقى رفيعه شويه. فلو بدانا نعمل الكلام ده هيطلع لنا حاجه اسمها سيميلاريتي جراف اللي موجود على الشمال. لو عملنا كلاسترنج باحد الطرق اللي هنشرحها النهارده هيطلع لنا الكلاستر بالشكل اللي على اليمين. هنلاقي ان هنا في بعض الايدجز تم عمل يعني هم كانوا موجودين هنا في المكان دوت، حصل لهم بريكنج انتو تو كلاسترز، فده بنسميه في الجراف بنسميه حاجه اسمها الكات. وبرده نفس الكلام هنا ان هو فصل دول كده عمل كات تاني هنا كده. فلما عمل التو كاتس دول بقى طلع له كلاستر هنا نمره واحد، وده كلاستر نمره اتنين، وده كلاستر نمره تلاته. ازاي نعمل بقى ندور على الكاتس دي؟ ان انا بكت ايدجز في الجراف بحيث يطلع لك الكلاستر اللي انت عايزه، ده اللي احنا هنشوفه النهارده. بس احنا قبل ما نشوفه النهارده محتاجين نعرف ايه possible similarity functions او similarity measures نقدر نستعملها علشان ندفاين what is thick and what is thin، اللي هي الايدجز التخينه والايدجز الرفيعه. لو عرفناها بعد كده هن apply الالجوريزم بقى اللي هنشرحه عشان نعمل clustering ونطلع الكاتس اللي بتقسم عدد النودز دي ل disjoint sets. فبيقول لك قبل ما يبدا يتكلم ويقول لك ايه السيميلاريتي ميجرز اللي هنستعملها، هيقول لك كلمتين يعني ايه سيميلر. سيميلر السيميلاريتي بالنسبه لنا هي relative quantity between two instances. انا بقول ان محمد شبه محمود ليه؟ عشان نفس الطول، عشان نفس الطول، فبقول ان هما شبه بعض، فهما مقياسك للشبه او السيميلاريتي بيزيد كل ما الانتيتيز دي تكون سيميلر لبعضها. لو هما الاثنين طولهم 175 سنتي فيبقى موستلي سيميلر، صح؟ معنى كده ايه؟ ان انا هقول السيميلاريتي بتاعتهم فيري هاي لو طلعوا قد بعض. فهو السيميلاريتي فيري هاي لما يكونوا زي بعض، والسيميلاريتي هتكون لو لما يكونوا مش زي بعض. نتكلم على كونسبت بتاع الديستنس. احنا نعرفه من زمان ان الديستنس هي الفرق ما بين الكوردينتس باي طريقه، ان كانت بقى L2 نورم او L1 نورم او اي طريقه. فالديستنس هي في الحقيقه عكس السيميلاريتي بالظبط، انها بتكون لو لما يكونوا سيميلر، ان الديستنس بين الاثنين اللي طولهم 175 هتساوي صفر لو كانوا سيميلر، وان الديستنس هتكون هاي لو كانوا دي سيميلر، لو واحد طوله 175 والثاني طوله 130 ففرق 45 سم. يبقى معنى كده ان الديستانس it can be used to measure the dissimilarity مش السيميلاريتي. ده الفرق ما بين الديستانس والسيميلاريتي. السيميلاريتي بتبقى هاي لو كانوا زي بعض، وبتبقى لو كانوا مختلفين عن بعض. الديستانس هي العكس بالظبط، هي الديستانس بتساوي صفر exactly، يعني اللي هو اقل قيمه ممكنه في الديستانس. يبقى الديستانس بتساوي lower value لما يكونوا سيميلار، والديستانس هتساوي higher values لما يكونوا dissimilar. طيب how many، هي بيقول لك هنا ان السيميلاريتي is relative quantity between two instances. How many pairs of instances can I generate from n nodes؟ لو انا عندي n nodes اقدر اجنريت منهم n c2 pairs، يبقى انا محتاج احسب n c2 similarities between the instances الموجودين عندك. وده طبيعي، لو عندك 10 nodes فانا محتاج احسب السيميلاريتي بين الاولى الاولى والثانيه والاولى والثالثه والاولى والرابعه والاولى والخامسه والاولى والسادسه والاولى والسابعه والاولى والثامنه والاولى والتاسعه والاولى والعشره،
بعد كده التانية والتالتة، التانية والرابعة، التانية والخامسة، التانية والستة، and so on. طب فين التانية مع الأولى؟ ما هي نفسها الأولى مع التانية. طيب المهم يعني إن في معظم الأحيان السيميلاريتي جراف ده، في معظم الأحيان أو السيميلاريتي ماتريكس دي بتكون سيمتريك، في بعض الأحيان بتكون مش سيمتريك، بس ده مش شغلنا النهارده. هنتكلم النهارده على الديستانسز والسيميلاريتيز اللي هم بيكونوا سيمتريك يعني. طيب once ان انت حسبت ال NEC2 similarities دول، هباك them into a similarity matrix، الدايمنشناليتي بتاعتها بتكون n في n. فالماتريكس اللي اسمها n في n دي اللي هي similarity matrix can be viewed as a weighted adjacency matrix of the similarity graph. طبعا احنا نعرف يعني ايه adjacency matrix، اللي هي بتكون عباره عن اصفار وحايد وحايد عند ال edges و zero otherwise. يعني انت ممكن مكان الواحد ده تكتب رقم تاني، ممكن اكتب 0.5، ممكن اكتب 7، ممكن اكتب اي رقم. الرقم اللي انت هتكتبه ده بيعبر لك عن ويت، بدل ما يقول ان لينك يقول ده ويت بتاع اللينك، وده اللي كنت بقوله عليه اذا كان ثين ولا ثيك. يعني لو كان ثين معنى كده السيميلاريتي عاليه يبقى هكتب رقم كبير، لو كان ثين معنى كده ان السيميلاريتي واطيه فهكتب رقم صغير، لو ما فيش سيميلاريتي يبقى هيكتب صفر. السيميلاريتي اقل حاجه فيها صفر، الديستانس اقل حاجه، اسوء حاجه فيها ما لا نهايه. فوصلنا لفين؟ وصلنا لفين؟ احنا كده عملنا التعريف بتاع السيميلاريتي ماتريكس، ان السايز بتاعها ان في ان، وان هي بتكون بتحسب البير وايز سيميلاريتي بتكون افري بير موجود عندك في الان انستنسز. طب يا ترى ايه البوسيبل سيميلاريتي ميجرز او كيرنل فانكشنز ممكن نستعملها؟ في عندنا حاجه مشهوره جدا اسمها الكوزاين. الكوزاين سيميلاريتي، انت امتى اثنين فيكتورز بيكونوا سيميلار بالظبط؟ لو الانجل بينهم بتساوي صفر. فلو الانجل بينهم بتساوي صفر، لو تو فيكتورز الانجل بينهم بتساوي صفر، معنى كده ان هم منطبقين على بعض اكزاكتلي. طب ايه معنى ان هم منطبقين على بعض اكزاكتلي؟ معنى كده ان الزاويه بينهم بتساوي صفر، يعني كوزاين الزاويه اللي هو كوزاين زيرو هيساوي واحد. فمعنى كده ايه؟ ان اي تو فيكتورز عايز احسب الديستانس ما بينهم من ناحيه الانجل، كل اللي عليك انك تحسب الكوزاين بتاعهم. طب الكوزاين بتحسب ازاي؟ بتجيب الفيكتور الاولاني تضربه في الفيكتور الثاني كدوت برودكت، وتقسم على النورم بتاع الفيكتور الاولاني مضروب في النورم بتاع الفيكتور الثاني، هيطلع لك رقم ان جنرال بتوين سالب واحد وواحد. بس احنا بنقول السيميلاريتي معناها واحد، وديس سيميلر معناها زيرو مش سالب واحد. وده بيستعملوه كتير في الانفورميشن ريتريفر الكوزاين سيميلاريتي. في عندنا ميجر ثانيه اسمها الكورليشن. الميجر الثانيه بتاعت الكورليشن دي بيعمل ايه؟ بيحسب عنده تو راندوم فاريبلز، كولوم اسمه واي وكولوم اسمه اكس. بعد كده بيحسب بقى الترم اللي موجود ده، هنا عنده n instances، n في سيجما x y، بيألف كولوم جديد اسمه x y، وبيألف كولوم اسمه y تربيع، وبيألف كولوم اسمه x تربيع، ويقعد يكسب يحسب الايكويشن دي يسميها الكورليشن. الكورليشن لو انت فاكر احنا قلنا الكلام ده زمان، ان الكورليشن عباره عن normalization للكوفاريانس. يعني انت لو عندك التو كولومز دول وحبيت تحسب بينهم الكوفاريانس، بيحسب الكوفاريانس بيبقى فيه مختلف شويه عن الترم ده. هنا الكورليشن بيخلي الرينج بتاعها برضو من سالب واحد لواحد. احنا عارفين يعني ايه تو فاريبلز بوزيتيفلي كورليتد، لو الاكس بتزيد الواي بتزيد معاها، لو الاكس بتقل الواي بتقل معاها، يبقى كده بوزيتيفلي كورليتد. العكس اللي هو النيجاتيفلي كورليتد، لو الاكس بتزيد الواي بتقل، ولو الواي بتزيد الاكس بتقل. عندنا كيرنل ثالث مشهور جدا 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 اسمه الجاوسيان كيرنل، او ساعات بيسموه الار بي اف كيرنل. الار بي اف كيرنل ده شغلته ايه؟ انت لو عندك النقطه دي والنقطه دي وعايز تحسب بينهم السيميلاريتي، هحسب سيميلاريتي واسميها اكس. طب لو النقطه دي وجنبها نقطه على بعد ديستانس اصغر، السيميلاريتي بينهم هسميها واي. يا ترى مين اكبر، السيميلاريتي اكس ولا السيميلاريتي واي؟ واي. اللي الديستانس بينهم اقل تديك سيميلاريتي اعلى. المفروض واي تكون مور سيميلر، يعني لو يعني هنا سمي دي واي وسمي دي مثلا في، هتقول ان واي مور سيميلر لفي عن اكس سيميلر لفي. طب مين الداله اللي بتعمل كده؟ مين الداله اللي بتبنالايز الديستانس؟ يبقى هو انا هحسب الديستانس اكس ماينس واي، هحسب الديستانس بعد كده ابنالايز الديستانس. فلو احنا قلنا ان الديستانس بتساوي صفر، فاي اس صفر بكام؟ الاكسبوننشال فانكشن بتاعت صفر بكام؟ بواحد. بمعنى كده ان هما لو منطبقين على بعض هيدي لك سيميلاريتي بتساوي واحد، وده اللي احنا عايزينه. ولو كانوا بعاد جدا عن بعض هيدي لك سيميلاريتي الاي فانكشن دي تو باور نيجاتيف دلتا، او الايه دي؟ ايه السيمبل ده اسمه ايه؟ جاما. جاما في الديستانس تربيع دي بيسموها الجاوسن فانكشن، وده بيسموه الباندويث. انت الداله بتاعت الجاوسن شكلها عامل كده،
كل ما الديستانس بتوين عن السنتر بتاعك، كل ما الديستانس عن السنتر تزيد السكور بتاعك ايه يقل، كل ما الديستانس تقل كل ما السكور يزيد لحد ما يوصل لقيمتها بالظبط لو كانت النقطه على نفس الكوردينيت. يعني عندنا حاجه كمان اسمها البولينوميال كيرنل. البولينوميال كيرنل بيستعمل البولينوميال فانكشن علشان 2 اوف ذا باور دي علشان يحسب السيميلاريتي بتوين. طيب في حاجه مهمه قوي، ان البولينوميال كيرنل والدوت برودكت دول مش ليميتد بالواحد. احنا كل اللي فات دوت اللي هو الكوزاين والكورليشن والار بي اف كيرنلز اخرهم واحد. هل ينفع يكون عندك كيرنل اخره مش واحد؟ ينفع، يعني مفيش مشكله بالنسبه لنا، بس في حاجه صغيره لازم تبقى واخد بالك منها، ان لو هو مش ليميتد بواحد بنسميه انورمالايزد كيرنل. ان هو النورمالايزيشن معناه ان الماكسيم بتاعك يساوي واحد، ففي هذه الحاله ممكن يكون الكيرنل بيطلع لك ارقام مش نورمالايزد. بس برضه نفس الكلام، ان الموست سيميلر هيكون اكبر والليست سيميلر هيكون اقل. فهو السيميلاريتي باي حال من الاحوال مش لازم يكون الماكسيم بتاعها بواحد، ولكن لو كانت نورمالايز سيميلاريتي زي ده وده وده هتكون اخرهم ماكس فاليو بتاعهم يساوي واحد. هل في برضه سيميلاريتي ميجرز ثانيه غير الحاجات اللي قلناها؟ انت ساعات بيقول لك عندك حاجه اسمها باسكت. يعني انت عندك دلوقتي واحد راح السوق جاب برودكت A وبي وسي، واحد تاني راح السوق جاب برودكت بي وسي ودي، وواحد تالت راح السوق جاب برودكت اسمه دي واي، وانا عايز اعرف مين الموست سيميلر باسكتس لاتش اذر. طبعا هنا هيعملها ازاي؟ فلو انت بقى هتعمل عن طريق الكاونتنج، هتقول انا عندي هنا اتنين وهنا عندي اتنين وهنا عندي واحده. طيب بس ممكن يكون الواحده دي تكون احسن من الاتنين اللي فوق، فنعمل الكلام ده ازاي؟ قالوا هنحسب حاجه اسمها الانترسكشن، ونحسب حاجه اسمها اليونيون، ونطرح ونقسم الانترسكشن على اليونيون. فبيقول لك كولكشنز اوف ايتم سيت ريبريزنتيشن، اللي هما زي ادي سيت نمره واحد وادي سيت نمره اثنين وادي سيت نمره ثلاثه، وعايز احسب السمات بينهم، فبيحسب الانترسكشن اوفر اليونيون، بيحسب الانترسكشن اوفر اليونيون. فنعرف هنا مثلا ان اليونيون بتاعهم اي بي سي دي، يبقى الانترسكشن بينهم يطلع 2 على 4، 2 على 4 ده بتوين اس 1 واس 2. طب اس 1 واس 3 دول ما فيش بينهم انترسكشن اصلا، 0 على 5. طب ما بين اس 2 واس 3 على 4 عنده 1 على 4، بتوين اس 2 واس 3 1 على 4. معنى كده ان الموست سيميلر باسكتس هم اس 1 واس 2، وده كان طبيعي واحنا شايفينه بعينينا. طيب يبقى دلوقتي معنى كده لو عندك كولكشن اوف ايتم سيت ريبريزنتيشن اقدر احسب سيميلاريتي. خد بالك ان انت ما كانش ينفع تحسب منهم مين، ولا ينفع تحسب منهم ديستانس عاديه. معنى كده ايه؟ ان الكي مينز هيفشل لو انت عندك كولكشن اوف ايتم سيت ريبريزنتيشنز وعايز تعمل لهم كلاسترنج، فمش هينفع تستعمل ايه الكي مينز. فدي فيلير كيس واضحه لمين؟ للكي مينز. يبقى يعني اصلا ما كانش عندك فيكتورايز داتا، بس انا اقدر احسب سيميلاريتي، وسيميلاريتي اقدر احسبها، اقدر اطلع سيميلاريتي جراف، وسيميلاريتي جراف اقدر اعمل له كلاستر. فمعنى كده ان حتى لو الداتا بتاعتك ما كانتش فيكتورايز او مش في فيكتور سبيس، ستيل تقدر تعمل كلاستر. برضو عندنا الهامينج ديستانس بيستعملوها، ان انا احسبها الديستانس بتوين الباينري باترنز، اللي هو فاكينتو الهامينج ديستانس بين التو باترنز دول بتساوي 3، في حين ان بتوين الباترن ده وده هنا بتساوي 2، وبتوين ده واللي فوق هتساوي 1. معنى كده ان الاثنين والسته اقرب لبعض من ناحيه الهامينج ديستانس عن بقيه الحاجات. هل دي الحاجات الوحيده اللي عندنا فيها ديستانس؟ لا، عندنا كمان حاجه اسمها السترينجز. السترينجز دي باي ديفينيشن، السترينجز باي ديفينيشن بتكون ايه؟ نون فيكتورايزد سبيس، ما فيهاش فيكتورايزيشن ولا بتاع. طيب ازاي بقى نحسب الديستانس بتوين السترينجز؟ ففي عندنا ديستانس مشهوره جدا 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 اسمها الايديت ديستانس، مشهوره جدا لو واحد اسمه مروان، وكريم. هتقولي الايديت ديستانس بينهم بتساوي 4. الايديت ديستانس حسب ازاي؟ عن طريق ان انا يا اما اكس تشينج، يا اما اد، يا اما اديليت حرف. طب بالنسبه لواحد تاني بيكتب اسمه كده بالشكل ده، كريم برضو بس بيكتبها كده، الايديت ديستانس هنا هتساوي كام؟ بين كريم وكريم 2، تمام، لانه يقدر يشيل حرف ويكس تشينج الحرف الثاني، صح كده؟ يعني الديستانس بتاعنا بتساوي 2. فاحنا فهمنا فمعنى كده ان السترينجز دي ما هياش فيكتورايز ريبريزنتيشن، وستيل يقدر يحسب بينهم ديستانس. طالما يقدر يحسب بينهم ديستانس يرجع بقى يستعمل الار بي اف ويطلع منها كيرنل، وبعد كده يكمل اللي هو عايز يكمل.
طب يقول لك بقى choose your similarity measure kernel function according to the data type. طب كل data type in numeric احنا في العادة بنستعمل ال RBF يعني وخلاص بتكون اسهل يعني، او cosine ممكن. لو مش numeric فانت بتضطر بقى يا اما تشوف هي basket واعمل intersection over union زي Jacquard index، ولا اعملها بstring edit distance لو كانوا strings. هتبيلد السيميلاتي او الكيرنل ماتريكس دي، هتكون دي بالظبط كده، هتتعامل معاها على انها ويتد ادجيسنسي ماتريكس، وير ان ممكن يبقى هنا عنده 0.7 عند السترونج ايدج و 0.1 عند الويك ايدج. وانس ان انت عملت الادجيسنسي ماتريكس دي، يبقى الجراف بتاعك بقى ماتريكس اسمها ام او اي او اي حاجه. الماتريكس دي ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا ان انا اعمل عليها ماثيماتيكال اوبريشنز. ايه الماثيماتيكال اوبريشن اللي هنعملها؟ هنعمل سبكترال كلاستنج، بيتحل المساله دي عن طريق انه يعمل ايجن فيكتور ديكومبوزيشن. بيقول لك برده ما تنساش ان الجراف ستراكشر ده بيابروكسيميت الكونتينوس سبيس، بس انا بقول ان هو مش كده وبس، هو هنا بيعمل بيتر بريزنتيشن للكونتينوس سبيس لو الدنيا بتاعتنا ما كانتش اكليديان سبيس. هنا بيجيب لك التكست اكزامبل، بيقول لك اي جوت سكور 850 ان ذا اكسبتنس اكزام، اي هاد ان اكسيدنت يسترداي، ماي فريند سكورد هاير ذان اي ديد ان ان اكسبتنس اكزام. بيقول لك يا ترى لو استعملت الجاكارد اندكس على اساس ان كل واحده منهم عباره عن باسكت اوف توكنز، عايز احسب الجاكارد اندكس وابدا اشوف مين اقرب مني. فلو حسبتهم بالورقه والقلم هتلاقي انترستنجلي ان السيميلاريتي بين 1 و2 اللي هم بعاد قوي عن بعض اقل من السيميلاريتي بين 2 و3، اقل من السيميلاريتي بتاعت 1 و3. طب ليه؟ لان 1 و3 بينهم انترسكشن كتير، ادي سكور وسكورد بيحسب بيعدها، واكسبتنس اكزام واكسبتنس اكزام، وفي ان كمان موجوده مره، وفي اي كمان موجوده كمان مره، هو بيعد وخلاص ما بياخدش باله من الاوردر باي ذا واي يعني. فعشان كده يطلع السيميلاريتي بين 1 و3 دي اعلى سيميلاريتي في المساله اللي احنا شفناها. فاحنا ممكن نشوف سيميلاريتي بين التكست وبعضه عن طريق الموضوع الجاكارد اندكس اللي احنا قلنا عليه. طيب لو انا بقى عايز اعمل سيميلاريتي جراف كلاسترنج، اول خطوه بتعملها ان انا اكونستراكت السيميلاريتي جراف. ماشي حلو قوي. هنكونستراكت السيميلاتي جراف ازاي؟ هتشوز السيميلاتي ميجر او الكيرنل فانكشن ديبندنج اون ذا داتا تايب اند داتا ريبريزنتيشن اللي احنا قلناه قبل كده. الحاجه الثانيه ان انا هعرف بقى البير وايز سيميلاتي ماتريكس دبليو اي جي جيفن الفانكشن اللي انا اخترتها، هقول لها بتساوي سيميلاتي اكس اي واكس جي. تاني خطوه بعد ما بعرف الماتريكس السيميلاتي، بعمل حاجه اسمها الكلاسترنج نفسها، الكلاسترنج اوبريشن نفسها. هديفاين الاوبجكتيف ازاي؟ هستعمل حاجه اسمها مين كات ولا حاجه اسمها نورمالايزد كات. بعد كده هروح اسولف البروبلم. في الحالتين اللي احنا هنشرحه ونركز عليه هو نورمالايزد كات في الحقيقه، عشان ده اللي بيتحل بايجن فاليو ديكومبوزيشن. شوف خدت بالكم انا سعيد ازاي وفرحان ازاي هنحل ايجن فاليو بروبلم. هو في الحقيقه المحاضره دي لما بتتقال النهارده بتبقى اسهل، عشان هتكون قريبه من محاضره ال ال دي اي، وهم في الاخر خالص الماثيماتيكال فورميليشن بيقرب قوي من بعض. فبيفكرك يفكرك تاني انك هتشوز السيميلاتي ميجر كيرفولي. لو عندك نيوميريك داتا، عندك الكوزاين واللينير والار بي اف والبولينير كورليشن، لو عندك كولكشن اوف اليمنتس انترسكشن اوفر يونيون او حاجه شبه دول، لو عندك باينري باترنز هتستعمل هامينج ديستانس، لو عندك سترينجز هتستعمل ايدت ديستانس او ميس ماتش كيرنلز او اي حاجه من هذا القبيل. خلاص دي الخطوه بتاعت الكونستراكشن اوف السيميلاتي جراف. الحمد لله رب العالمين. ديستانس از ا ديسيميلاتي ميجر، بيفكرك ان الديستانس از ا ديسيميلاتي ميجر. To convert a distance which is a dissimilarity measure to a similarity measure، أسهل حاجة إنك تعمل negation، لأن negation لو قلت لك صفر هو أقل قيمة، عايز أخليها أعلى قيمة. أعمل إيه؟ أماينس كل الباقيين، اللي كانت الديستانس ب 500 أخليها ماينس 500. بس دي فيها مشكلة إن هتبرديوس نيجاتيف فاليوز في السيميلاتي ماتريكس، ودي حاجة مش محبذة قوي. أول حالة التانية إن أنا أجيب الماكس فاليو اللي في الديستانس ماتريكس دي وأطرح ماكس ماينس ديستانس، هيجيب لك فيري لارج فاليوز في بعض الأحيان، فتلاقي الدنيا not normalized، هي still similarity بس not normalized. طب ايه الحاجة اللي تخلي distance normalized؟ ان انا استعمل ال RBF kernel with the proper parameter، ادور على الجامعة الكويسة اللي تحل لي مسألة بتاعتي، وبقى كده انا حولت ال distance الايه لسيميلاريتيز between 0 and 1. ادي على سبيل المثال الداتا بتاعتك والcolor ده بيقول similarity يعني. فبيقول لك لو هتعمل الديستانس ماتريكس بتاعتك او السيميلاتي جراف بتاعك هيطلع شكله عامل كده. النقطه السوداء معناها ان هم هايلي سيميلر، والنقطه الجراي معناها ان هم مش سيميلر. فالنقطه السوداء هيكون كورسبوندنج ليها ثيك ايدج،
والنقطة الجري هيكون كورسبوندنج ليها الثين ايدج. وانس ان انا عملت كونستراكشن للادجيسنسي ماتريكس اللي هي ويتد ادجيسنسي ماتريكس اللي احنا بنسميها سيميلاريتي ماتريكس دي، اقدر بقى اعمل ايه موضوع الكلاسترنج. الكلاسترنج بيقول لك هو عباره عن ايه، هو عباره عن ان انا بدور على كات في الجراف. طب انهي كات احسن؟ تخيل انا عندي كات واحد بس عايز اعمله، عندي كات واحد بس عايز اعمله، هل اعمل الكات الاخضر ده ولا اعمل الكات الاحمر ده؟ مين احسن في السيبريشن؟ الكات الاخضر ده شكله بيبريفير الايزوليتد نودز، هيطلع الجراف هيقسمه لخمسه نودز، دول هقسمهم اثنين نود اثنين سيتس، الست الاولانيه فيها نود واحده بس والست الثانيه فيها اربع نود. ده لو استعملت الايه الكلاستر الكات الاخضر. بس انا ممكن استعمل الكات الاحمر، ففي هذه الحاله هيقسم الكلاستر بتاع النودز بتاعتك لمين؟ هيقسمها لثلاثه نودز ناحيه اليمين اهو، ونود اثنين نودز في الناحيه الثانيه. خلاص طيب، يا ترى ايه الاوبجكتيف بتاعك؟ هل انت الاوبجكتيف ان انت بتدور على الكات الاخضر ولا الكات الاحمر؟ هنشوف. بس قبل ما نشوف احنا بندور على انهي كات فيهم، بيفكرك يعني ايه كات ان جراف ثيوري. لو انا عندي اي جراف فيه شويه نودز، نودز كتير كده، نودز وفي منهم لينكس والكلام ده شبه اللي موجود قدامنا ده، ففي عنده تعريف لحاجه اسمها الكات. الكات هو عباره عن ايه؟ هو a minimum cut of graph is a cut that is minimal in some sense. حلو قوي. بس ايه هو الكات؟ الكات ده بيعمل partitioning للنودز into two disjoint subsets. دي الحته المهمه قوي، بيقسمهم into two disjoint subsets اللي هم في الحقيقه كانوا joined at least one edge. فانا ممكن يكون عندك، عشان بس الموضوع يوضح عندك، ممكن يبقى في عندك حاجه بالمنظر ده وكده. ففين القط اللي هو بيتكلم عليه اللي بيخليهم تو ديس جوين سبسيتس اللي هو ده؟ فهو لو شال الايدج دي يبقى عمل قط. طب القط نفسه قيمته بكام؟ قيمته بالحاجه اللي هو مسحها. يعني كان مكتوب مثلا هنا ويت 0.7، معنى كده ان القط قيمته 0.7. طيب المين كات بيعمل ايه؟ بيدور على ارخص كات يقطع بيه الجراف ده. لو هي 100.7 دي كانت هي ارخص كات، كان يبقى ده كويس قوي. بس احنا بنقول ان ساعات بيكون الكوست هنا مثلا سي 0.2 وهنا 0.2، فممكن المين كات يعمل لك الشكل ده، عشان هو كده قسم ب 0.4، 0.4 اقل من 0.7، يبقى هو كده هابير ويقول ان ده الكات بتاعه. فاحنا في مشكله عندنا بتقول ان المين كات بروبلم it seems ان هي بتعمل الايفكت بتاع الايزوليتد نودز. طيب يبقى المين كات ايه تعريفه؟ هو سيجما ويتس على الايدجز اللي انت عملت لها ريموفال. الكات هو سيجما ويتس على الايدجز اللي انت عملتها ريموفال، عملتها ريموفال بحيث ان النودز تتقسم انتو تو ديس جوينت سبسيتس، يعني مش مفيش بينهم اي نقط متكرره، مفيش بينهم اي نقط متكرره. ده المين كات بروبلم. دي بتتحل بطريقه كومبيناتوريال، المفروض تكونوا خدتوا واحده شبهها، خدتوا اللي هو فلويد ماكس فلو مين كات بروبلم ولا خدتوهاش؟ يا دكتور عمرو او دكتور ايمن مش فاكر مين ده، خدتوا المين كات بروبلم ازاي بتتحل؟ المهم بتتحل كومبيناتوريال، يعني مفيش يعني مش بتتحل بالايجن فاليو، الكلام بتتحل بالكومبيناتوريال بالالجوريزم بتاعت ستراكشرز كده تحلها. يعني بيقول لك ان هو نوت ساتسفاكتوري بارتيشن ان هو اوفن ايزوليتس النودز. وادي شكل مثلا النودز بقى اللي فاتت دي كانت حلوه، يعني ما كانش فيها مشكله ان هي كانت هنا دي، المين كات هيطلع كويس ما فيهوش مشكله. لكن في واحده زي كده، لو انت عندك النودز بالمنظر ده وانت بتبيز الكات بي ام سوري بتبيز السيميلاريتي بيزد على الديستانس، فانهي ارخص له؟ ان هو يقسم التسعه نودز دول والخمسه لوحدهم، ولا يقسم واحده رفيعه اللي هي بعيده عن بقيه الناس وخلاص؟ فهو البوسيبل مين كاتس ان هو ايزوليت النودز اللي هي لوحدها دي، وده مش كويس قوي. فقالوا هنعرف كات تاني اسمه نورماليزد كات، ان هو هيجيب الكات فاليو العاديه الاصليه ويضربها في سم نورماليزيشن، ويضربها في سم نورماليزيشن. المفروض لما ينورماليز الفاليو دي يطلع له كات يكون بيتر لو البارتيشن اللي هو عمله كان بالانسد.
يبقى الفرق ما بين الكات العادي الميم كات والنورمالايزد كات انه ضرب في حاجه اسمها نورمالايزيشن فاكتور. النورمالايزيشن فاكتور ده وظيفته ان يخلي الاثنين كات الاثنين بارتيشنز اولموست بنفس المقاس. اولموست بنفس المقاس. طب يعرف منين يعني ايه البارتيشنز بنفس المقاس؟ هقول لك انا. في عنده حاجه اسمها الفوليوم اوف ا بارتيشن. الفوليوم اوف ا بارتيشن لو انا عملت بارتيشننج للتو بارتيشنز دول فانا اقدر احسب كوانتيتي اسمها الفوليوم اوف اي وفوليوم اوف بي. الفوليوم هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيجما ديجريز في كل سيت من الاي والبي. سيجما ديجريز احنا عارفين يعني ايه الديجري اوف ا نود اللي هي عدد النيبرز بتاعت كل نود. طب ده يفيدنا في ايه؟ اصل الفانكشن دي بتجيب اقل قيمه ليها اما يكون الاثنين فوليومز قريبين من بعض. اذروايز بتجيب قيمه كبيره. فانت لو عملت النورماليزيشن فاكتور دول وجبت رقم قليل هتضمن ان المالتيبيكيشن بتاع الرقمين دول يبقوا ايه قليلين. ان هو ده النورماليز كات فاليو. ولو ما كانوش بالانسد هتلاقي ان الكات ده قيمته بتبقى ايه كبيره. مثال بالارقام عشان الدنيا توضح. ادي مثال بالارقام. عندك 7 نودز 1 2 3 4 5 6 7 وعايزين نعمل كات. عايزين نعمل نورمالايزد كات. فاول خطوه بيقولها لك هنقعد احنا كده arbitrarily هروح اخمن ان الكاتس كالاتي 1 2 3 4 5 6 مع بعض 1 2 3 4 5 6 مع بعض و7 لوحدها وعايزين نحسب قيمه الكات ده بكام. بس هو مش عايز يحسب الكات بقى, هو عايز يحسب النورمالايزد كات باستخدام الايكويشن اللي احنا شايفينها هنا. فالبارتيشن دوت هيطلع كويس ولا انه يعمل بارتيشن تاني؟ يعمل بارتيشن تاني اللي هو بيعمله ازاي؟ انه ياخد 1 و2 و3 و4 مع بعض و5 و6 و7 مع بعض. ولا يعمل بارتيشن ثالث اللي هو بقى ايه تخريف خالص. تخريف خالص ليه؟ لانه قال لك هاخد 1. بص هياخد البارتيشن الجديد ازاي. بص 1 و3 و5 و7 في بارتيشن والباقي في اذر بارتيشن. فده بقى بارتيشن مختلف خالص. طب ده هل ده ينفع؟ والله احنا ما بنبقاش عارفين. فانا ممكن اختار اي سبست واسميها ايه واختار اي سبست واسميها بي بصرف النظر عن الجيومتري اللي احنا شايفينها في الجراف نفسه. اللي احنا عايزين نعمله بقى ان احنا اوتوميت البروسيس دي عشان عن طريق النورمالايز كات بالسبكترال كلاسترنج يعني. لكن لو انا جبت لك الثلاثه كاتس دول وقلت لك احسب لي النورمالايز كات فاليو فالمفروض انك تعرف تحسبهم لانك بتعرف تحسب الفوليوم وبتعرف تحسب قيمه الكات. خلينا نشوف موضوع الكات الاولاني ده. لو انا خدت A بتساوي 1 2 3 4 5 6 والB بتساوي 7, اول حاجه بتعملها عشان تحسب الفوليوم انك تحسب حاجه اسمها الديجري ماتريكس. انك تحسب حاجه اسمها الديجري ماتريكس فهتجيب كل الديجريز بتاعت كل النودز. الواحد عندها 3 نيبرز اللي هم 4 2 و4 و6 والاثنين عندها 3 نيبرز اللي هم 1 و4 و3 وهتقعد تعد كل واحده من دول. هتلاقي الديجري ماتريكس دي بتطلع دياجونال ماتريكس. بتكون الواحد عندها 3 نيبرز, الاثنين عندها 3 نيبرز, الثلاثه عندها 3 نيبرز, الاربعه عندها 4, والخمسه عندها 3, والسته عندها 3, والسبعه عندها 3. لو انا معايا المعلومه دي وانا عارف البارتيشنز ايه شكله عامل ازاي وبي شكلها عامله ازاي اقدر احسب الفوليوم. هجمع يبقى هجمع في فوليوم اوف ايه هتساوي دي 1 بلس دي 2 بلس دي 3 بلس دي 4 بلس دي 5 بلس دي 6 يطلع 19. 19 ده رقم كبير شويه. رقم كبير ليه؟ لان التوتال نمبر لو انت جمعت كده الدياجونال ده هيطلع 22. ف 19 من 22 معنى كده ان ده از كومبليتلي امبالانسد بارتيشننج مش بالانسد باي حال من الاحوال. تحسب فوليوم اوف بي, تحسب فوليوم اوف بي هيطلع بيساوي 3. فوليوم اوف بي هيساوي 3 اللي هي الديجري دي. النورمالايزد كات عشان تحسب النورمالايزد كات لازم تعرف الكات اصلا قيمته بكام. في كام ايدج احنا قطعناهم عشان نجيب 1 و2 و3 و4 و5 و6 مع بعض؟ في كام ايدج قطعناهم؟ قطعنا دي وقطعنا دي وقطعنا دي, في 3 ايدجز اتقطعوا. فعلا الكات قيمته كانت ب 3. النورمالايزد كات فاليو تطلع ب 3 في 1 على 19 زائد 1 على 3 تطلع 1 و 157 من 1000. عرفنا ازاي بنحسب النورمالايزد كات لو اديت لك جراف واديت لك البارتيشنز مين السيت A ومين السيت B؟ سهله. نكمل. لا انا دلوقتي عايز بقى ان ايه بتساوي 1 2 3 4 وبي بتساوي 5 و6 و7
يعني لو عمل بارتيشن بالشكل ده الفوليوم اوف الاي هيساوي المجموع من هنا 3 و3 و3 و4 يبقى بيساوي كام 13 والفوليوم اوف بي هيساوي 3 و3 و3 يبقى كام 9 والكت بتاع اي وبي طلع بيساوي 3 لانه قطع هنا وقطع هنا وقطع هنا بس فيطلع بالنسبه لك 3 في 9 زائد 1 على 13 يطلع معاك 0.5641 وده البيست في المساله دي ده احسن بارتيشن في المساله دي. نجرب البارتيشن العجيب بقى ده اللي هو 1 و3 و5 و7 و2 و4 و6 مع بعض. في الحقيقه صعب قوي ان انا ارسمه بس انا بقول ان لو واحد في بارتيشن واثنين في بارتيشن تاني يبقى دي كده داخله في الكات اهو عدها وواحد مع 4 داخله في الكات عدها وواحد مع 6 داخله في الكات معاه و3 مع 4 3 مع 4 و3 و3 مع 2 كمان و5 مع 4 و5 مع 6 و7 مع 6 ايه ده كل دي كات عدهم يطلع الكات قيمته ب 8. الفوليوم سهله حجم على 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 ب 12 والفوليوم الثاني ب 10 لان 3 و4 فالفوليومز سهله بنطلعها على طول من الدجري ماتريكس دي اسهل حاجه بتحسبها. الكات كان غلس شويه عشان شكلها مش نورمال قوي في الحساب بتاعها حسبناها وشفنا قيمه الكات بكام طلع بيساوي 8. حد اخد باله ان ده مور بالانسد فوليومز عن اللي فاتت مور بالانسد فوليوم هناك كان 13 و9 في اللي فاتت دي كان 13 و9 اهم 13 و9 اللي بعدها طلعوا كام طلعوا 12 و10 فلو انا بتكلم على بالانسد بارتيشننج فالمفروض ان 12 و10 از مور بالانسد بس ايه التريك اللي موجوده ان الكات فاليو قيمته زادت قوي بدل ما كانت 3 بقت 8 فهي اوفرول لو القط قيمته صغيره فهو بيبريفير البالانسد لكن لو القط قيمته كبيره مش دايما يطلع احسن حاجه حتى لو البارتيشن كان بالانسد وهنا طلعت الورست. طيب خلينا نشوف دلوقتي لو احنا بقى نورمالايزد كات بروبلم دي عايزين نعملها فورماليزيشن. اصل يا دكتور مش معقوله هنقعد نجرب كل البارتيشنز اللي ممكن تحصل في الدنيا. انا ممكن اقول ان الاي فيها نود واحده بست بسبع طرق وممكن اقول ان الاي فيها اثنين نودز بسبع سي اثنين طريقه وممكن اقول ان الاي فيها ثلاثه نودز بسبع سي ثلاثه طريقه ممكن اقول ان الاي فيها اربعه نودز بسبع سي اربعه طريقه. معقوله هقعد اجرب كل البارتيشنز اللي في الدنيا علشان اقسم الدنيا لتو كلاسترز؟ لا. هو لو انت عملت الكلام ده بطريقه بروت فورس فالمساله دي انا بجستيفاي ليها جاستيفيكيشن يعني انها بتكون ان بي هارد. المساله دي مش سهله انك تجرب كل الطرق ده مساله بالنسبه لنا الكومبلكس بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. طب الحل بتاع الكلام ده ان انا ادور لها على ماثيماتيكال فورماليزيشن بحيث ان انا اعمل لها ابروكسيميت سوليوشن والابروكسيميت سوليوشن ان شاء الله يطلع كويس طب خلينا نبص دلوقتي كانك لما انت قلت ان الاي بتساوي 1 و2 و3 و4 كان ان انت عندك حاجه اسمها انديكيتور فيكتور. الانديكيتور فيكتور ده بيقول مين من النودز موجود في الكلاستر الاولاني فقلت لي النود الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه ده معنى الاربع وحيد اللي هنا ان الكلاستر اي فيه اول اربع نودز والانديكيتور فاريبل الثاني ده معناه ان كلاستر بي فيه ثلاثه نودز الاخرانيين اللي هم خمسه وسته وسبعه. طيب ايه فائده الانديكيتور فاريبلز دول؟ هقول لك انا انت لو عملت سي 1 ترانسبوز في سي 1 بيطلع معاك 4 يعني دوت برودكت في ده مع نفسه يعني اضرب ده في الترانسبوز بتاعه يطلع لك 1 في 1 ب 1 و1 في 1 ب 1 اربع مرات. فايه معنى الاربعه دي؟ معناها السايز بتاع البارتيشن. الاربعه دي معناها عندك كام نود في الكلاستر. يبقى انت لو جبت الانديكيتور فيكتور ده وعملت له ترانسبوز ضربته في نفسه هيطلع لك السايز بتاع مين؟ السايز بتاع الكلاستر ان ده فيه 4 نودز. ونفس الكلام لو عملت ال C2 C2 ترانسبوز في C2 يطلع بيساوي 3 وده منطقي جدا. الحاجه بقى الانترستنج بالنسبه لنا الاكتر لو انا عايز اعرف الفوليوم بتاع one of the partitions اللي هو الكلاستر بتاعك. الفكره كلها ان انت لو عملت C1 ترانسبوز دلتا C1 والدلتا هي دي الديجري ماتريكس هيطلع لك حاجه ظريفه جدا ان هو هيماسك الثلاث روز والثلاثه كولومز الاخرانيين دول اللي هم كانوا واخدين اصفار.
فهيطلع لو عملت C1 ترانسبوز في دلتا في C1 هيطلع لك الفوليوم بتاع مين؟ الفوليوم بتاع الكلاستر الاولاني عن طريق ان هو بيماسك اخر ثلاثه روز وثلاثه كولومز اللي هم يبقى لما يعمل مالتيبليكيشن. ونفس الكلام لو عملت C2 ترانسبوز في دلتا في C2 هيطلع بتسعه. ايه ده؟ حلو جدا اللي بقوله لك ده، حلو جدا. ليه؟ لان انا بقول لك لو انت عارف البارتيشن، عارف الانديكيتور فيكتور بتاعك ده بالظبط مين صفر ومين واحد، فانا اقدر اطلع الفوليوم. ولو انت معاك الفوليوم يبقى كده الترم ده اتحسب، يبقى الترم ده اتحسب خلاص. طب انا بقول لك انا عايز مينيمايز، انا عايز مينيمايز النورمالايزد كات. معنى كده ايه؟ ان انا عايز ادور على فورميوليشن للنورمالايزد كات فورم دي باستخدام الفاريبلز اسمهم C1 وC2. طب ليه باستخدام C1 وC2؟ لان C1 وC2 هم دول الانونز بتوعك. C1 وC2 هم دول الانونز بتوعك. لو انت عملت لهم، عملت مينيمايزيشن للنورمالايزد كات with respect لـ C1 وC2، يبقى انت كده جبت الاساينمنت اللي انت عاوزها. طب السؤال بقى دلوقتي، لما انت بتعمل نورمالايزد كات فبيطلع لك C1 عباره عن انديكيتور فيكتور عباره عن اصفار وحايد، واحد عند الكلاستر ليبل الصح وصفر عن ان هو مش جوه الكلاستر. لو انا بعمل مينيمايزيشن للداله دي انا ما اقدرش اجرانتي ان يطلع لي اصفار وحايد. امال هيطلع لنا ارقام عامله ازاي؟ بدل ما هي اصفار وحايد هيطلع لنا ارقام عامله ازاي؟ ما بين صفر وواحد. ممتاز، ما بين صفر وواحد، وده بنسميه ريلاكسيشن. ان انا عملت ريلاكسيشن ان الرقم الكبير معناه ان هو موستلي هيكون في كلاستر نفس الكلاستر اي دي، والارقام الصغيره يبقى دول بره الكلاستر اي دي بتاعه. فهي الفكره بتاعتنا المنظر ده بالظبط اكزاكتلي زي ما مايكل قال. الفكره كلها ان انا بدل ما احل المساله انا بدور على البيرفكت اساينمنت اللي بتقول مين في سي 1 ومين في سي 2 عن طريق ان انا بدور على احسن اساينمنت للانديكيشن فيكتور. الانديكيشن فيكتور ده اللي اصفار وحايد، مسالتك كده كومبليت اتحلت. دي ان بي هارد ما بتعرفش تجيبها اصفار وحايد بالظبط. الريلاكسد فيرجن منها انك تجيب ارقام بتوين صفر وواحد. فنرجع تاني للفورماليزيشن بتاعنا. انا الترم بتاع الفوليوم ده بقى سهل ان انا اعمله فورماليزيشن، بقى سهل ان هو عباره عن سي ترانسبوز في دلتا في السي. جميل جدا. طب الترم الاولاني بتاع الكات ده احسبه ازاي باستعمال الانديكيتور فيكتور اللي اسمه سي؟ لو انت عندك الانديكيتور فيكتور اللي اسمه سي بيقول لك مين الممبر شيب بتاعت كل كلاستر، ازاي احسب منه الكات؟ فقالوا عشان نحسب الكات ده بالذات محتاجين نحسب كذا كوانتيتي. اول كوانتيتي هي بتقول لك دبليو اوف سي اي وسي اي، دي عباره عن الويتس اللي وذين الكلاستر. بص الحته دي مهمه جدا. يعني ايه الويتس اللي وذين الكلاستر؟ احنا قلنا ان 1 و2 و3 و4 دول مع بعض، اللي انا شاورت لك عليهم دول هم دول الويتس اللي انترنالي في الكلاستر. بس في ويتس ثانيه اللي هي دي ودي ودي، دي بنسميها external edges. هي الاكسترنال ايدجز دي هي دي الكات. الاكسترنال ايدجز هي دي الكات. كويس. طب ليه مضطرين ان انا استعمل حاجه اسمها الانترنال والاكسترنال؟ ازاي احسب الاكسترنال؟ حد فينا يقدر يقول ازاي تحسب الاكسترنال؟ الاكسترنال عباره عن سبتراكشن بتوين التوتال ويتس بتاعت كل النودز اللي موجوده في الكلاستر الاولاني، لان انا الكلاستر الاولاني واحد متصله بسته. فلو انا بحسب الويتس بتوين النودز اللي في الكلاستر الاولاني مع كل النودز هيبقى من واحد لسته دي داخله معاك. وده اللي هو قاله دلوقتي ان السم الاكسترنال الكات بيساوي دبليو اوف سي اي وفي، يعني مع كل النودز، ماينس دبليو اوف سي اي وسي اي. يبقى انا كده ايه؟ يبقى ده الطريقه بتاعت ان انا افورماليز الكات. طب الفورماليز الكات ده اللي هو ايه؟ ان ده الويتس بتوين سي اي واي حاجه بره السي اي. سي اي كومبلمنت دي اللي هي اي حاجه بره السي اي. يبقى هو ده الكات. طب يا ترى، طب ما يا دكتور ماشي، الكلام ده ايه علاقته بالفيكتور اللي احنا سميناه سي واحد والكلام ده؟ هقول لك بقى انترستنجلي ان الادجيسنسي ماتريكس بتاعتك اللي اسمها ايه ماتريكس في هذه الحاله، اقدر اديرايف منها الايكويشن اللي مكتوبه تحت دي باستعمال الانديكيتور فاريبلز. خلينا نشوف اللحظه. فاللي احنا بنقوله ان دبليو سي اي وسي اي كومبلمنت بيساوي دبليو سي اي ماينس دبليو سي اي، دبليو سي اي في ماينس دبليو سي اي سي اي. طيب الدبليو سي اي سي اي كومبلمنت اللي هي دبليو سي اي في، الترم الاولاني ده
هو مين؟ دبليو سي اي في في هو مين؟ الانترنال والاكسترنال ويتس. ماشي صح، ما هو واحده منهم التوتال ويتس وواحده منهم التوتال ويتس اللي داخل فيها دي ودي 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 دي توتال ويتس اللي هي دبليو سي اي مع في، ودبليو سي اي سي اي دي اللي هي انترنال ويتس. خلاص لو طرحتهم بعض كده جبت قيمه الكات. كنت عايز اقول لك دبليو هتساوي سي اي ترانسبوز، ده اللي هو انديكيتور فيكتور بتاعك في الدلتا في السي اي، ده اللي هو الفوليوم، ده اللي هو الفوليوم بتاعنا، ماينس مين؟ ماينس سي اي ترانسبوز في اي في سي اي، واي دي اللي هي الادجسنسي ماتريكس. فدبليو سي اي سي اي اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن سي اي ترانسبوز في اي في السي اي. دي الحته اللي هي بس ما كانتش واضحه يمكن هنا، ان هو قال لك ان دبليو سي اي وسي اي هتساوي سي اي في اي سي اي ترانسبوز في اي في السي اي. وده برده نفس الكلام، كان الادجسنسي ماتريكس دي هيحصل لها ماسكينج في الحته دي، فمش هتكون داخله معاه في الجمع، كأن الحتة دي مش داخلة معاها في الجامعة. زي ما عملناها في الفوليوم هنعملها تاني فين؟ على الانترنال ويت. بس بدل ما كنت شغال بالدجري ماتريكس هبقى شغال بالادجيسنسي ماتريكس او الويت ماتريكس نفسها. طيب الاكسبريشن ده هنا سي اي ترانسبوز دلتا سي اي، وهنا سي اي ترانسبوز في اي في سي اي. طب ما انا ممكن اعرف ماتريكس اسمها دلتا ماينس اي بسميها لابلاسيان ماتريكس. لابلاسيان ماتريكس دي اقدر اقول ان دبليو سي اي وسي اي ترانسبوز بتساوي سي اي في ال في سي اي. خد بالك ايه اللي جيفن ليك في المساله بتاعت الكلاسترنج دي؟ ايه اللي جيفن؟ مين اللي جيفن ومين الانون؟ ده السؤال اللي انا عايزك تجاوب عليه. اللي جيفن ليا ال ال ماتريكس دي جيفن، لان انا لو معايا الويت ماتريكس او الادجسنسي ماتريكس فاقدر احسب دلتا ماينس الاي، كده انا حسبت مين؟ ال ال. خلصت صح كده؟ يبقى انت ال ال معاك جيفن، وال ال اللي معاك جيفن دي الانون بتاعك هو الاساينمنت او بسميه الانديكيتور فيكتور ده. فلو انت عارف الانديكيتور فيكتور يبقى انت كده تقدر تحسب الكات. بس انت مشكلتك انت ما تعرفش الانديكيتور فيكتور، انت بتدور على الانديكيتور فيكتور اللي مينيمايز الكات. طب انت عندك كام كلاستر هنا؟ عندي 2 كلاستر، فعشان كده عشان تمينيمايز التوتال كات هتقول انه بيساوي سيجما من اي بتساوي 1 ل 2 سي اي ترانسبوز في ال في سي اي على سي اي ترانسبوز في دلتا في سي اي. طب ليه طلع شكلها عامل كده؟ ما تنساش ان اللي تحت ده هو مين؟ هو الفوليوم. فكأنك عايز تقول سي اي ترانسبوز في ال في سي اي، خليها بقى سي واحد، على فوليوم اوف سي واحد زائد سي اتنين ترانسبوز في ال في سي اتنين على فوليوم اوف سي اتنين. وده بالظبط هو الايكويشن اللي فوق دي، لان المساله بتاعتنا لما يكون عندك هما اتنين كلاسترز بس، فالكات اللي هو سي 1 ترانسبوز في ال في سي 1 هيكون هو نفسه سي 2 ترانسبوز في ال في سي 2 لما يكون عندك، لان هو نفس قيمه الكات. الفرق مين في الفوليوم بس. طيب وانس ان احنا وصلنا للفورموليشن دوت وكتبناها بالشكل ده، نقدر نبص بقى بصه كده ايه ثاقبه. هنقول ان انا اوبجكتيف فانكشن فور نورمالايز كات، ان انا بدور على السي اي، بدور على السي اي از ا فيكتور اللي بيمينيمايز الايكويشن دي. فبيقول لك انترستنجلي ان الكلام ده كلوز انف للاوبجكتيف فانكشن بتاع ال ال دي اي. وادي ال ال دي اي كانت شكلها عامل ازاي؟ سي ترانسبوز، انا هقول بقى سي ترانسبوز في ال في سي على سي ترانسبوز في دلتا في سي. الله، بس هو بدل ما يكتب سي كتب بي، بدل ما يكتب ال كتب بي، وبدل ما يكتب دلتا كتب اس. معنى كده ان المساله بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن نفس المساله بالظبط اللي هي ايجن جنرالايزد ايجن فيكتور بروبلم، بس بدل ما يكون عندك بي واس هيبقى عندك مين؟ هيكون عندك ال ودلتا، ال ودلتا. وبدل ما انت بتعمل ماكسمايز في ال ال دي اي، انا كنت بدور على رقم الماكسمايز الكلام ده، انا هنا بعمل ايه؟ مينيمايز. طب الماكسمايز والمينيمايز هل في فرق في الحل؟ مفيش اي فرق في الحل. فبيقول لك ريمبر ذا اوبجكتيف فانكشن اوف ال ال دي اي، هتكون دي جنرالايزد ايجن فيكتور بروبلم، عايز احل ال في السي بتساوي لامدا في دلتا في السي، which is can be translated into a simple eigenvalue problem، ان الدلتا انفرس في ال L في السي بتساوي لامدا في السي. معنى كده ان L asymmetric بتساوي في السي بتساوي لامدا في السي، واقدر احسب السي فيكتور اللي يحقق الكلام ده. بس هو ده النورمالايزد كات. طلع الفورميليشن بتاعه فين؟ هو زي ال LDA بالظبط، بدل ما كان بيماكسمايز هاي مينيمايز.
طب يا دكتور احنا مش فاهمين بالظبط ازاي بيطلع الانديكيتور فيكتور ده. انت قلت لنا ان هو ما بيطلعش 0 0 0 0 0 1 1 1، ما بيطلعش بالشكل ده، وما بيطلع شكله عامل ازاي؟ انا بقول لك انه بيطلع شكله، لا مش كده، بيطلع 0.1 0.2 0.1 0.7 0.9 0.995. هو الفكره بس ان احنا هنرتب الفيكتور. يعني انت لو انت عندك الادجيسنسي ماتريكس بالشكل ده، لو انت رتبتها سام هاو على الاساينمنت المظبوطه، يعني سام فور سام ريزون، يعني هيطلع شكلها عامل كده، ان دول الكلاستر الاولاني ودول الكلاستر الثاني. انا بقول لك ان الانديكيتور فيكتور اللي انا بقول لك عليه ده هيطلع قيمته بالشكل ده، بعض الارقام اقل من الصفر وبعض الارقام اكبر من الصفر. ايه يا دكتور مش من صفر لواحد يعني؟ لا، هي لو ايجن فيكتور واحد بس، لو تو كلاسترز بس بيطلع ارقام سالبه وارقام موجبه. لو عملت ثري شولد عند الزيرو تقدر تقول مين في الكلاستر الاولاني ومين في الكلاستر الثاني. بس هو هنا هرسمهم مترتبين، يعني انت مش عارف دي قصاد انهي رو، يعني انت مش عارف الستار دي قصاد انهي رو، مش عارف الستار دي قصاد انهي رو. ماشي، المهم ان انت لو رتبتهم هتلاقي ان الكلاسترز بيحصل لهم سيبريشن بتوين اتش اذر. حد فاهم انا بقول ايه؟ ان الاوتبوت اللي راجع لك من الايجن فيكتور دي كومبوزيشن اللي هو الفيكتور اللي اسمه سي ما بيطلعش بالشكل ده خالص، ما بيطلعش اصفار وحاجه، بيطلع ارقام ريل نمبرز زي ما مايكل قال لنا هيحصل ريلاكسيشن، بدل ما برجع ارقام من صفر وواحد بس بيرجع ارقام من صفر لواحد، لا هو في الحقيقه ما بين سالب واحد وواحد بالنسبه لنا لما يكون تو كلاسز بس. ماشي، طيب نقول لك بقى احنا لو انا عايز اعمل كلاسترنج لداتا بالمنظر اللي قدامنا دوت، عندي دلوقتي الداتا بتاعتي كانت هي الجراف، الداتا بتاعتي كانت هي الجراف كان شكله عامل كده صح؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهنا كان خمسة وستة وستة وسبعة. فانا بقول لك حاجة انترستنج جدا 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 جدا. ايه الحاجة الانترستنج جدا 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 بتاعتنا؟ ان السيميلاريتي ماتريكس بتاعتنا اللي هي كانت على شكل ادجيسنسي ماتريكس، لما راح عمل سبكتر كلاسترنج جابت له واحد هنا واثنين واحد هنا واثنين هنا وثلاثة هنا واربعة هنا وخمسة وستة وسبعة جم هنا. طب لو انت بقى دلوقتي السبيس ده عملت فيه كي مينز كلاسترنج، ايه اللي هيحصل؟ بيطلع نفس هيطلع الكلاسترنج المظبوط، هيطلع 5 و6 و7 مع بعض، وهيطلع 1 و2 و3 و4 مع بعض. امال ايه المعنى بتاع ان الارقام طالعه في 2 كوردنتس؟ هقول لك كمان شويه، بس انا عايزك تبص هنا على يو 2. بص يو 2 شكله عامل ازاي، عنده اربع ارقام في النيجاتيف رينج وثلاث ارقام في البوزيتيف رينج. ده اللي هو بالظبط اللي انا قلت لك عليه، كان الاربعه الاولانيين واخدين انديكيتور بصفر والاخرانيين واحد، او العكس زي ما انت عايز تفهمها يعني. فده ما طلعناش صفر وواحد، ولكن ده الفيكتور اللي هو كان السي واحد اللي انا كنت بدور عليه. طيب هو ليه طالع في اثنين دايمنشنز؟ هقول لك دلوقتي. لو انت عايز تعمل كلاسترنج بالنورمالايزد كات، الحل بتاعك بيقول لك ايه؟ بيقول لك كانك عملت مابينج من نون فيكتور سبيس. الجراف اللي قدامنا دوت اللي هو النودز مترتبه فيه من واحد لحد سبعه، ده نون فيكتور سبيس صح؟ ده انا معطيك الجراف ومش قايل لك جاي منين اصلا صح؟ بدي اعطيك الجراف وخلاص. فده نون فيكتور سبيس، كانك عملت فيكتور سبيس لمين؟ للسبع نودز اللي موجودين في الجراف دول. فلما عملت فيكتور سبيس ليه بقيت اقدر ابلاي الاكليديان جيومتريك كومفورتبلي، فقدرت اعمل كي مينز في السبيس الجديد. طب يا ترى ازاي اقدر اجيب السبيس الجديد ده؟ بمنتهى السهوله جدا، كل اللي عليك ان انت تعمله انك بتعمل ايجن فاليو ديكومبوزيشن للماتريكس اللي احنا قلنا عليها اسمها الاسيمتريك، وتجيب الفيرست ايجن فاليو السمولست ايجن فاليو بقى، لان احنا عايزين السمولست المره دي عشان بنمينيمايز الكات. لازم السمولست ايجن فاليو لازم هيكون بصفر غصب عنك مش بمزاجك. لو الفيرست ايجن فاليو طلع بصفر معناها ايه؟ معناها ان الفيرست ايجن فيكتور هيطلع بكونستنت. طب والسكند سمولست ايجن فاليو هيطلع لك الفيكتور اللي فيه البارتيشن. طيب بدل ما تقعد تدور بقى على الفيرست ايجن فيكتور والسكند ايجن فيكتور، هم قالوا دلوقتي لو انا عايز اعمل بارتيشن لاثنين كلاسترز هحسب اول ايجن فيكتور وثاني ايجن فيكتورز انكلودنج اللي فيه زيرو ايجن فاليو، واعمل لكل فيكتور من دول هعمله نورماليزيشن، هياخد ده يقسمه على النورم بتاعه، يحول من يو لفي ال واي،
وبعد كده يعمل كي مينز في الواي سبيس هيطلع له البارتيشن اللي هو عايزه. ماشي. السودو كود بتاع الالجوريزم هيعمل اول حاجه ايه؟ كمبيوتر سيميلاريتي ماتريكس. لو انت شغال بالريشيو كات هتقول ان دي بتساوي، بس انا مش بعمل ريشيو كات خلاص. لو انا شغال بالنورمالايزد كات هعمل ماتريكس اسمها بي اللي هي عباره عن الاسيمتريك لابلاسيان. هسولف البي يو اي بتساوي لامدا يو اي، يعني هعمل ايجن فاليو ديكومبوزيشن بس هرتبهم من الصغير للكبير، هجيب الايجن فاليو الصغير. هنورمالايز الروز اللي انا عايز منهم كي بس واجيب منهم الواي ماتريكس، بعد كده اعمل كي مينز عادي جدا في على اكليديان سبيس. طيب بيقول لك ان الكي مينز فيرسس سبيكترال كلاسترنج، ابلاينج الكي مينز تو لابلاسيان ايجن فيكتورز الاوز اس تو فايند كلاسترز ويز نون كونفكس باوندريز. تخيل انت النقط اللي عندك دي، انا كان عندي نقط في دايره صغيره ونقط في دايره كبيره، لو عملت كي مينز كلاسترنج الاساينمنت تطلع حاجات غريبه مش مظبوطه يعني. لو عملت سبيكترال كلاسترنج يطلع شكله صح، ان السيركل اللي جوه فعلا هم جيوديزك قريبين كلهم من بعض، والسيركل اللي بره او القشره اللي بره فعلا في بينهم جيوديزك باثز توصلني من هنا لهنا، فده بالنسبه لنا اللي احنا نفسنا يحصل يعني. الحاجه الاخرى ان ما بقتش مقتصر على السفيريكال شيبس، انا بقيت مقتصر على الحاجات اللي فيها سيميلاريتيز، والسيميلاريتي بتتحسب مين؟ جيوديزك او اي فانكشن ثانيه يعني. المشكله ستيل ان عدد الكي بتاعتك كويشنبل، بس هو انترستنجلي ان الكي مينز ما بيعرفش يحل مساله زي دي حتى لو انت اديت له الكي مظبوطه. للسبيكترال كلاسترنج لو انت اديت له كيس صح هيفصلهم لثلاثه كلاسترز بالشكل ده، ودي واحده ودي الثانيه ودي الثالثه، ولو قلت له كيب اثنين هيميرج اللي يستاهل يميرج لان دول في بينهم ديستانسز، لكن هنا مفيش ديستانسز صح، فعشان كده هو وصل ده بده لما لقى ايه في طريقه. لو انت قلت له عايز اثنين كلاستر هيوصلهم ببعض. الايشوز يبقى احنا قلنا النمبر اوف كلاسترز ستيل ده ان ايشو، الشويس اوف السيميلاريتي ميجر ده ديبندنت على الداتا والمساله بتاعتك، الشويس اوف الكيرنل موستلي بيستعمل جاوسن كيرنل، الشويس اوف الكلاسترنج ميثود، هل هنعمل كي واي؟ الكي واي دي اللي احنا شرحناها في المحاضره، بس في طريقه ثانيه. هو اصل الالجوريزم بتاع النورمالايزد كات بيقسم الدنيا لتو كلاسترز، لو انت عايز مور زان التو كلاسترز تاخد كل كلاستر منهم تقسمه لاثنين او ما تقسموش، فده بيسميها ريكيرسيف بايبرتايت، او الكي واي اللي هي عن طريق الكي مينز بعد ما تجيب دايمنشنات جديده لكل ايه الكومبلكس بتاعت الالجوريزم. الكونستراكشن بتاعت السيميلاريتي ماتريكس از فيري كومبلكس، ان سكويرد في دي. لو انا عندي 7 نود فانا لازم اعمل ماتريكس 7 في 7، وكل اليمنت في الماتريكس دي بيتحسب عن طريق ديستانس، والديستانس فيها دي دايمنشنز او حتى ممكن تكون حاجه غير الديستانسز يعني. والمشكله الثانيه ان الايجن فاليو ديكومبوزيشن بياخد اوردر ان تكعيب، ودي ثاني كومبلكستي موجوده عندك. طيب لو انت الماتريكس بتاعتك كانت السي عندك اسيوم ان انت عندك 10000 نود، وده رقم مش كبير حقيقه، معنى كده ان الماتريكس بتاعتك بتكون السايز بتاعها 10000 في 10000، يعني بدل ما كان عندك 10000 نود باربع اصفار بقى عندك 8 اصفار في السيميلاتي ماتريكس، وده تو ماتش طبعا، وده تو ماتش طبعا انك تعمل بقى ايجن فاليو كومبوزيشن على ماتريكس بالشكل ده، و 10000 10000 ده بياخد وقت وميموري كبيره. فعيوب السبيكترال كلاسترنج هي موضوع ان هو ديماندنج للرام بصوره جباره يعني، ولكن سبوزدلي ان الريزلتس بتاعته بتبقى احسن بكتير لو عرفت تظبط السيجنال بتاعتك. بيقول لك السبيكترال كلاسترنج سمري الجوريزم ذات كلاستر بوينتس يوزنج ايجن فيكتورز اوف ماتريسيز درايفد فروم ذا داتا. الماتريكس اللي احنا استعملناها كانت ال ال اي، بس في ماتريكس ثانيه اسمها ال ال اس، وفي ماتريكس ثالثه اسمها ال اس، ماتريكس ثالثه اسمها اس. فهو كل دول اسمهم سبيكترال كلاسترنج. اللي احنا استعملناها استعملنا الاسيمتريك لابلاسيان في الشرح بتاعه. بيقول لك يوزفول ان هارد نون كونفكس كلاسترنج بروبلمز، لكن لو المساله بتاعتك كونفكس وشكلها سفيريكال ديفينتلي ديفينتلي هقول لك روح للكي مينز، ما فيهاش تفكير ثاني يعني. الفكره الانترستنج ان هي بتوبتين داتا ريبريزنتيشن ان ا لولا ديمنشن سبيس ذات كان بي اس دي كلاستر، وده اللي احنا شفناه، ودي حته بنسميها نون لينير دايمنشناليتي ريدكشن، وده اللي قلت لك عليه ان هو كانه حسب الجراف عن طريق جيوديزك او اي حاجه، فبيعمل حاجه اسمها نون لينير دايمنشناليتي ريدكشن. ممكن تعمل كي ويز فيرسز ريبيتد تو ويز وامبيريكالي فيري سكسسفول، بس قلنا مشاكله ان هو رام ديماندنج. في بس ملاحظه صغيره ان لو كان عندك تو كلاسترز بس، لو عندك تو كلاسترز بس
فانا اقدر اقول ان انا مش عايز اوبتمايز فور سي 1 بلس سي 2، لا انا عايز اوبتمايز فور اف وخلاص، وان اف دي هيكون فيها المعلومه بتاعت الاثنين عن طريق ان هو يحط الكلاستر الثاني بنيجاتيف ساين، وده اللي بيخلي موضوع يطلع حبه فوق الصفر وحبه تحت الصفر. وعلى فكره الفورماليزيشن ده ده الاصلي الفورماليزيشن الاساسي بتاع الكيم بتاع النورمالايزد كات كان بيعتمد على ان انت عندك تو كلاسترز بس، فما فيش داعي ان انت تروح تعرف ان تو انديكيتور فيكتورز واحد اسمه سي 1 وواحد اسمه سي 2، لان واحد منهم بيكون عكس الثاني وخلاص، يبقى انت كده ريحت نفسك. والسوليوشن هو نفس الايجن فاليو بروبلم اللي انا قلت لك عليها، لان ده الاصل اصلا، وهنا بيست ثري شولد تو اد ذا سمولست نون كونستانت فيكتور تو ديتيرماين الكلاسترنج ميمبر شيب، ولو هما تو كلاسترز وش عملت الفورميليشن ده مش محتاج اساسا تعمل كي مينز او ما شابه. خلاص هو ده موضوع السبكترال كلاسترنج اللي احنا هنقول اللي احنا وقفنا عنده النهارده، مش حاجه تانية نقولها النهارده. المره اللي جايه بقى ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها ايفالويشن للكلاسترنج. انا عندي كلاسترنج الجوريزم ايا كان، كي مينز، سبكترال كلاسترنج، في حاجه تانية احنا ما قلناهاش، حاجه اسمها الهيراركيكال كلاسترنج، حاجه اسمها الديب سكان او الحاجات دي كلها. فعندنا طرق كتير جدا للكلاسترنج. لو انا معايا كلاسترنج هاو تو بي كونفيدنت اوف الكواليتي بتاعته، فهندرس بقى كواليتي ميجرز ونشوف مين كلاسترنج احسن من التاني، وامتى بنعرف مين احسن. تمام، هو ده الكلام بتاع النهارده. حد عنده اي سؤال؟ دكتور انا ما فهمتش الحته اللي هي بتاعت بنحاول اللي جبنا فيها 2 dimensional representation دي، هي دي اللي لما عملنا طب انت عندك مشكله ان الجراف اللي قدامك ده 7 نودز؟ لا تمام. واحنا كنا احنا عارفين ان الكلاسترنج المظبوط ان لازم يطلع لي كده، يطلع لي سي 1 بيساوي بالشكل ده، ده المفروض يطلع كده 4 1 صح؟ كويس ماشي تمام. الكلام ده انا ما اقدرش اعمله الا عن طريق ان انا اسيرش على الاساينمنت واحده واحده واشوف مين فيهم هيحقق لي اقل نورمالايزد كات فاليو. ده ما ينفعش. فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا ماثيماتيكال فورمولايشن للبروبلم دي، وصلنا فيها في الاخر خالص ان انا عايز امينيمايز، معلش هطلع سلايد واحده لفوق بس فين، لحظه واحده اهي، وصلنا انا عايز اعمل المساله دي، ان انا عايز احل مساله ال ال عايز احل المساله دي، عايز احل ان ال ايه في سي بتساوي لامدا في سي، دي ايجن فيكتور دي كومبوزيشن مستحيل يطلع لك فيها اصفار واحد بس. الايجن فيكتور ده اللي هو السي ده اللي انت بتدور عليه، اللي بيمينيمايز لك اللامدا دي اللي هي السوليوشن اللي انت عايزه. ماشي؟ فالرقم اللي هيطلع لك هيطلع زي ما يطلع، هيطلع زي ما يطلع ايا كان، يطلع زي ما هو عايز يطلع. ماشي؟ معايا ولا لا؟ معاك. جميل جدا. طيب هو بس السي دي سي 1 ولا سي 2؟ مش فارقه معاك بقى، هي اعتبرها سي 1 وخلاص. اعتبرها سي 1. ماشي؟ تمام. هي دي السلايد انت مش عاجباك. فانا بقوله لك انك لو رحت حليت الايجن فاليو دي كومبوزيشن بروبلم دي طلع لك الفيكتور اللي اسمه سي اللي بيحلها لك. انا لما بعمل ايجن فيكتور دي كومبوزيشن بيطلع لي كام ايجن فيكتور؟ ارجع بقى المسألة. يطلع لك كام ايجن فيكتور هنا؟ طلع لي 2. لا مش 2، احنا خدنا 2 بس، هما كام ايجن فيكتور؟ ما اعرفش. تعرفش ليه؟ الماتريكس اللي اسمها ال دي 7 في 7، مش الماتريكس اللي اسمها ال دي كانت 7 في 7، اي جلي 7 عدد النودز، الاي 7 في 7 والدي 7 في 7 والدي ماينس اي برضه 7 في 7 صح؟ معايا ولا مش معايا؟ معاك بس الماتريكس 7 في 7 دي ليها كام ايجن فيكتور؟ 7 7 ايجن فيكتور صح؟ بس انا مش عايز السبعه كلهم، ده انا عايز مين؟ اللي فيها السوليوشن. مين اللي فيها السوليوشن؟ اصغر واحد. جميل جدا. طب المشكله في الماتريكس دي اللي اسمها لابلاسيان انها لازم تكون رانك ديفيشنت، اللابلاسيان ماتريكس لازم تكون رانك ديفيشنت. طب هي ليه رانك ديفيشنت؟ انها عباره عن دلتا ماينس الاي، فدلتا ماينس اي معنى كده ان في
لما انت قلت ان الدي ماينس ايه معنى كده انك قللت الرانك بالعافيه، لو الاي كانت فول رانك بسبعه انت خليتها بسته لما عملت الدي ماينس ايه اللي هي الدلتا ماينس ايه. ماشي، فلما الرانك بتاعتها بقت بتساوي سته دلوقتي ايه اللي حصل؟ اول ايجن فاليو بتاعه لازم يكون بيساوي صفر، اصغر ايجن فاليو غصب عنك لازم يساوي صفر. ده اللي هو قاله ان لامدا 7 هتساوي صفر. ماشي، طب مين تاني اصغر واحد؟ اللي هو لامدا 6. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا مين؟ انا محتاج اصغر واحد ولا تاني اصغر واحد؟ تاني اصغر واحد. ايوه، عشان اول واحد بيساوي صفر. فقالوا ايه دلوقتي؟ طالما انا بعمل كي مينز كده كده في الاخر، يبقى انا هاخد up to k ايجن فيكتور. يبقى هياخد لامدا 7 ولامدا 6 بس، عشان هو كان عاوز يعمل كلاسترنج على 2 كلاسترز. بس لو كان عاوز يعمل كلاسترنج على 5 كلاسترز كان اخد مين؟ لامدا 7 و6 و5 و4 و3. فهمت معايا؟ فهو هنا عشان هو عاوز 2 كلاسترز بس، اخد الاثنين ايجن فاليوز دول واخد الكورسبوندينج ايجن فيكتورز بتوعهم. ماشي، فانا بقوله لك ان طالما اول ايجن فاليو اصغر واحد طلع بيساوي صفر، فغصب عنك اول ايجن فيكتور لازم هيساوي كونستنت زي ما انت شايف، وان السيبريشن الحقيقي مش في اول ايجن فاليو ولكن هيكون في ايه؟ في السكند سمولست. هيكون في السكند سمولست. طيب دلوقتي انا عايز احول التو فيكتورز دول لفيكتور سبيس. على فكره انت ممكن تعمل كلاسترنج بالكي مينز في السبيس بتاع اليو، بس هما لقوا ان امبيريكالي اتس ماتش، يعني بيطلع نتائج احسن لو انا عملت نورماليزيشن لكل فيكتور. نورماليزيشن لكل فيكتور يعني معنى كده ان لكل انستنس، يعني ان ياخد الفيكتور ده كده ويخلي النورم بتاعه بواحد. فلما يخلي النورم بتاعه بواحد الارقام بتاعته هتتغير. ماشي، كده تحول من يو لواي. ولو راح في واي عمل كي مينز عادي جدا، هو عايز يعمل تو كلاسترز هيعمل كي باتنين، يطلع له الحل اللي هو عايزه. طيب الفورميوليشن ده معمول عشان يحل اي كي كيس، يعني هو مش عند اتنين، عند اتنين دي سبيشال كيس انا ممكن اعملها اصلا من غير ما اعمل كي مينز، ان انا قلت لك هعمل ثري شولد عند الزيرو في الفيكتور ده. اتفقنا؟ ماشي يا مصطفى؟ تمام. هو المفروض ان الفاليوز سيبريتد في الفيكتورز ديت عشان اصلا، يعني عشان هي سيبريتد فهتبقى مرسومه بعيد عن بعض يعني. بالظبط، ما هو ده اللي حصل. عشان كده بنقول ان السبكتر كلاستنج ده بيعمل نون لينير ديمشنالتي ريدكشن، ان هو بيروح من سبيس نون فيكتورايزد اصلا لسبيس وير ان السيبريشن فيه اسهل. فهو فعلا راح لسبيس جديد، يعني هو فعلا راح لسبيس جديد. سوري للاسف راح لسبيس جديد اللي هو اسمه الواي، الواي او اليو وات ايفر، يعني اللي هو الكلاسترنج فيه ماتش ماتش ايزير، يعني واضحه جدا يعني. تمام، السيبريشن عالي قوي. تمام تمام كده يا مصطفى. ماشي دكتور، ماشي عندي سؤال. ايوه مايك. هو لو الجراف مش فولي كونكتد هيبقى في مشكله ولا عادي؟ لو الجراف ما كانش كونكتد هيطلع لك عدد الزيرو ايجن فاليوز، عدد الزيرو ايجن فاليوز بيساوي عدد الكونكتد كومبوننتس. تمام، فساعتها هاخد اكبر حاجه بعد زيرو صح؟ ساعات بقى هو هتاخد بقى، انت عايز كي فهتضطر تاخد كي، يعني فاهم قصدي؟ لا مش فاهم. يعني ايه مش فاهم؟ يعني دلوقتي تلاقي ايجن فاليوز بالصفر، فساعتها هاخد انا واحد اصغر واحد هيبقى بالصفر ولا ممكن يبقى بالنيجتيف؟ لو هو 2 كونكتد كومبوننتس هيطلع لك 2 بالصفر، لو هما 3 كونكتد كومبوننتس هيطلع لك 3 بالصفر. ماشي؟ اه تمام. دكتور هو قال لي لما طرحت الدلتا الاي من الدلتا نقص الرانك بتاعها. لانك تقدر تجيب روز وكولومز بيبقوا لينيرلي ديبندنت على بعض، ممكن تعملها بورقه والقلم. تعال نعمل واحده بالورقه والقلم. بس انا مش عايز اعمل مسافه في 7 يعني عشان تبقى كبيره قوي. خلينا نعمل لحظه واحده. ادي عندك ماتريكس، اختار اي ماتريكس. هنختار مثلا ماتريكس بالشكل ده 4 بس عشان اسهل على نفسي. ماشي حلو كده.
سمي دي 1 2 3 4 احسب لي الماتريكس اللي اسمها دي اللي هي قصدي دي هتساوي كام؟ شكلها عامل ازاي؟ هنا 1 وهنا 3 وهنا 2 وهنا 2 صح كده؟ ادي الدلتا صح؟ الاي ماتريكس شكلها عامل ازاي؟ الواحد واصل بالاثنين هنا في صفر وهنا في واحد بعدين الواحد مش واصل بحاجة تانية مظبوط كده الاثنين واصلة بالواحد ومش واصلة واصلة بالباقي كلهم التلاتة واصلة بمين الأربعة الأربعة والاثنين وآخر واحدة واصلة بمين الأربعة واصلة بالتلاتة أمسوني هنا في واحد والاثنين واحد صح كده مظبوط مظبوط ولا لا لما تيجي تحسب دلتا ماينس اي هيطلع لك هنا شكل عامل ازاي هنا واحد وماينس واحد وصفر وصفر ويبقى هنا كام هنا كام كله ماينس واحد ما عدا سالب واحد تلاتة تلاتة و سالب واحد تلاتة وصفر وصفر بعدين سالب واحد وسالب واحد سالب كام هنا اسمك ايه؟ اخر صفرين دول المفروض سالب واحد صفر ماينس صفر بصفر صفر ماينس واحد بسالب واحد اتنين ماينس بتاع هنا باتنين وهنا سالب واحد وهنا اتنين وهنا سالب واحد وهنا سالب واحد وهنا صفر في صفرين المفروض يبقوا سالب واحد نعم في صفرين اللي هم بعد التلاته المفروض يبقوا سالب واحد صح مثلا لازم مجموع كل رو منهم بيساوي واحد بيساوي صفر لازم مجموع كل رو منهم بيساوي صفر صح الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط مش مجموع كل رو بيساوي صفر تمام كده بقى خلاص وضحت يعني هنقول فيها حاجه تانية ولا وضحت كده خلاص تمام ماشي فده غصب عنك بيعمل موضوع الرانك ديفيشنسي لما بقى مجموع كل اي رو منهم مجموع بقى يساوي صفر كانك عملت قللت 1 ديجري اوف فريدم انت هنا ما كنتش عارف كل رو منهم بيساوي كام كل رو منهم بيساوي ديجري كل رو منهم مجموع بيساوي ديجري فممكن يبقوا متغيرين مش زي بعض لكن انت دلوقتي عملت ريموفال ل 1 ديجري اوف فريدم فقللت الرانك بالعافيه يعني تمام طيب كويس هو ده سؤال كويس يعني بس هي دي حاجه ماثيماتيكال يعني معروفه والواحد ما بيحبش يخش في تفاصيل الماثيماتيكال قوي يعني على اساس ان دي مش مجالها هنا يعني بس anyway يعني معاك حق بصراحه حاجه تضايق ان ما اقول لك ان انا كنت تطلع ديفيشنت هنا واقول لك ان لازم يطلع لك زيرو ايجن فاليو فهي حاجه فعلا مش سهله تتعدى يعني بس فاين يعني. اوكي الدرس ده بالذات درس مش يعني مش سهل قوي يعني الحته دي غلسه شويه بس وانس ان انت فهمت الكونسبت بتاعه ان هو بيعمل كانه بيعمل نون لينير ديفيشن ريدكشن وبينقل السبيس بتاعه من جراف لشويه نقط في كوردينيت سبيس وير انه يقدر يعمل كي مينز كلاسترنج الدنيا بتمشي يعني طيب الحاجه الانترستنج اللي عايز اقول لك عليها ان الموتيفيشن بتاع نورمالايزد كات كان ظهر في بروبلم ثانيه خالص في الكمبيوتر فيجن اسمها الايمج سيجمنتيشن الايمج سيجمنتيشن كان بي تريتد از ا كلاسترنج بروبلم الناس اللي عملوا فورماليزيشن للبروبلم كلاسترنج على ان هي نورمالايزد كات عشان يعمل ايمج سيجمنتيشن هم اللي عملوا الانترودكشن للنورمالايزد كات الجوريزم انتو الكلاسترنج ميثودز يعني هم كانوا بيحلوا مساله سيجمنتيشن واضطروا ان هم يدوروا على البيرفكت اساينمنت لقوا الموضوع بالنسبه له ان بي هارد فحل المساله عمل ريلاكسيشن وحلها وبعد كده بقوا يستعملوا الكلام ده في اذر كلاسترنج بروبلمز بس دي حاجه موتيفيشنال يعني ان اللي عايز اقوله ان في مسائل كتيره ممكن تبدا من حته غير اصلها يعني مش طبيعي ان مش كل المسائل بدأ من الماشين ليرنينج وبيروحوا يطبقوها في اماكن تانية لا ساعات كتير بيكون العكس ان المساله دي تم استعمالها وحلها في سبيسيفيك دومين بعد كده الطريقه دي تم تعميمها على بقيه الدومينز زي ما ايه ما شفت في المثال بقولك طيب هكتفي بكده لو حد عنده اي سؤال برضو يا ريت يسال او يبعت لي على الايميل الفيس الواتس لا الواتس لا الايميل او الفيس برد على طول في خلال 24 ساعه بحد اقصى بكون رديت ان شاء الله وذاكروا بقى الحاجات اول باول عشان ما تتراكمش عليكم الكلاسترنج درس سهل يعني المحاضره الجايه احنا هنخش في الايفالويشن
وبعد كده هنقفل الجزء ده ونخش على السوبرفايزد ليرنينج، هنطول فيه بقى ان شاء الله. اوكي، يلا، السلام عليكم.